بس انا نكمل هلا ما دام عندنا هيك صوره جاهزه. صار عندي سبعه، عندي سبع باسنجرز، راح ابدا بسبع باسنجرز البي انيشال اللي بدينا فيها. لكن الفيلوستي هلا اول فيلوستي راح ابدا فيها، نبدا مثلا ب 2.5، راح نبدا بفيلوستي 2.5. وعندي عدد الترايلز، ايش الترايلز هذول؟ عن ايش عمالي بحكي؟ على مونتي كارلو سيميليشن. انتبه الايتريشن لما بنزل على الهرنت بلين، الترايلز لما بنحكي مونتي كارلو سيميليشن عدد المرات اللي برمي فيها زهر او بجر. اوكي، هاي عندنا كل البارامترز جاهزين، فبامكاننا الان نعمل اول هاي جو بعمل بحسب. هاي اعطاني 103.562. اذا هاي عندي صارت تاو انيشال. تاو انيشال بتساوي 103.562 سكند. شو بقدر احسب الان؟ انا عندي التارجت انترفال 30، فبطلع ال 103.562 على 30 شو بعطيني؟ المفروض يعطيني 4 مش هيك؟ صح؟ كل متفق انه بعطيني 4. 120 على 30 4، فلازم نعمل راوندينج اب بيطلع عندي 4. اذا انا عندي 4 اليفيترز نحطها هون، 4 اليفيترز، هذول ما راح يتغيروا بعد هيك خلص. طيب شو بقدر احسب الان؟ صار عندي 4 اليفيترز، بقدر احسب الانترفال مش هيك؟ اي ان تي راح نحطه سمول، فعندي اي ان تي انيشال بيساوي اكتشوال، اكتشوال بيساوي 103.562 على 4 مش هيك؟ قديش بيطلع؟ 103.562 على 4 علي صوتك 25.8 سكندز. اذا هي هذا اول واحد، وبعدين بامكاننا نحسب احنا الهاندلنج كاباسيتي، بس فيش حاجه نحسبها هلا، هو المفروض تطلع اكثر طبعا من 7%. قديش الهاندلنج كاباسيتي انيشال واحد بتساوي؟ راح يكون عندي 300 على الراوند تريب تايم اللي هو 103.562، عندي هون 1000 باسنجر، عندي 4 مصاعد، وكل مره عم بحمل 7. بالضبط 8. اذا اول نقطه على الهارنت بلين طلعناها هون الايتريشن الاولى اعطتني 25.8، والرقم كان 8% هاندلنج كاباسيتي. مزبوط. هلا شو بنعمل؟ بدي اطلع بي الجديده، بي 2، يعني عندي 25.8، فراح نضرب 25.8 في لامدا. ما حسبنا احنا لامدا ولا حسبناها؟ لامدا هيها من هون، لامدا تساوي عندنا 7% من ال 1000 على 300 اللي هي بتطلع، هاي بتطلع 70 على 300 اللي هي 7 على 30. مزبوط، خليها 37، فراح نضرب الان 37، فصار عندي هلا بي انيشال بلس 1 بيساوي 7 على 30. قديش الانترفال الجديد كان؟ 25.8. فقديش تطلع مع البي الجديده؟ 6.02. اذا هلا هذا الرقم وين راح نحطه؟ محل فيهم. كل شيء ثاني ما راح يتغير، ما راح يتغير غير اني راح اغير الان بي انيشال، فراح احطه هون 6.02. طلع معي 95.9. راح نقسم 95.9 على 4، قديش تطلع؟ 23.9. واحسبي لي الهاندلنج كاباسيتي، الهاندلنج كاباسيتي راح تكون 300 على هذا الرقم في 6.02 في 4 على 1000. 7.5. انت عم تقولي 5 ما بصير ينزل، بصير ينزل عن 5، بصيرش ينزل عن 7. هذا 7.5. 7، ما سمعتها قالت 5. 7.75.
7.5%. اوكي جاهزين هيك هلا؟ شو صار؟ 7.5 هيك؟ 7.5%. طيب شو بنعمل الان؟ هلا بدنا نطلع فيلي جديده. فيلي جديده بي ان بلس 2 راح اضربها في 7 على 30. شو صارت الانترفال الجديد؟ الانترفال الجديد 23.9 فبي انيشال بلس 2 بتساوي 7 على 30 في الانترفال الجديد اللي هو 23.9 ويساوي 5.58 passengers. راح نحطه الان محل الرقم هذاك. مضبوط. صار عندي 92.075 نقسمها 4 23.02. هلا هذا الرقم مباشرة إذا بدك اضربيه في 1000 وبعدين اقسمي عليه 300 في 4 في 7.5 في عدد الباسنجرز. قديش كانوا عدد الباسنجرز؟ 5.58. اعطيتك معلومات غلط. مقلوبها صح؟ مقلوبها بالضبط. 29 لا مره ثانيه 300 300 على 92.0755 في 1000 لا على 1000 على 1000 في 4 في 5.58 بصيرش تنزل عن 7. في شيء غلط اذا نزلت عن 7. 7.27. اوكي هلا بنرد بنطلع في الجديده. صار عندي 23.02 في 7 على 30 قديش تطلع هون عدد الباسنجرز؟ 5.37 وراح نعوض هلا 5.37 اوكي صار عندي 90.63 عشان ما نضلش نحط هذول خلينا نكمل اسم هاي 4 تعطيني الانترفال مش هيك؟ اضربيها في 7 على 30 5.29 بنعمل نفس الشيء نقسم هذا الرقم على 4 89.7 على 4 22.4 اضربيها في 7 على 30 5.2 رح يصير تغير بسيط في الار تي تي يعني يا دوب بتحرك الار تي تي نوقف هون صار عندي هلا اذا 88.9989 هاي هي الراوند تريب تايم النهائيه خلينا نحسب الان الانترفال والراوند تريب تايم اللي بيطلعوا معنا اسمها هاي 4 عشان تعطيني الانترفال 22 و25 سكند هلا نحسب الراوند تريب الارايفل ريت النهائي المفروض يطلع قديش؟ المفروض يكون تقريبا 7% 300 على هذا الرقم في 4 في 5.2 على 1000 7% اوكي هي احنا الان وصلنا اذا من على الهرنت بلين وصلنا النقطة طلعنا هيك هاي النقطة اللي هي هاي النقطة اللي هي 25.8% بعدين نزلنا بالإتريشنز وصلنا النقطة هاي اللي هي 22.25 seconds 7% arrival rate هيك انتهى هذا التصميم الجزء اللي هو على السرعة هاي كل هذا الهرنت بلين رسمناه على أي سرعة هادي هون V تساوي 2.5 مش هيك كانت meters per second هيها
2.5 متر بير سكند. هذا الجزء الأول. كم صعد أعطاني؟ 4.